بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. هاتان الآيتان من سورة الإسراء جاءتا بعد قوله جل وعلا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. الآية. يقول تعالى في هذه الآية الكريمة التي معنا: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. اختلف في سبب نزول هاتين الآيتين الكريمتين، فمن قائل إنها نزلت في حق اليهود، أنه عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة قالوا له: أنت يا محمد نبي؟ قال: نعم. قالوا: إذن هذه الدار وهذه الأرض ليست أرض الأنبياء، فالحق بالشام لتكون فيها. فكأنه مال لقولهم هذا وأراد أن يذهب إلى الشام وتجهز في جيش العسرة لغزوة تبوك، لأن تبوك أحد بلاد الشام. فأنزل الله جل وعلا عليه: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا. لو أخرجوك من المدينة إلى الشام لصار الوبال والضرر عليهم هم، ما يلبثون في المدينة بعدك إلا قليل، ينزل الله عليهم العذاب. قد يقول قائل: هذه الآيات من سورة الإسراء، وسورة الإسراء مكية، فكيف يقال إنها في غزوة تبوك وما حولها؟ وغزوة تبوك جاءت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن هذه الآيات نزلت عندما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى تبوك
وهو لا يريد الإقامة فيها الآن، لكنهم هم الذين سولوا له وحسنوا له الانتقال كراهية أن يجتمعوا معه في المدينة، يريدون المدينة تكون لهم وحدهم ولا يجاورهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذن لو أخرجوك ما لبثوا بعدك إلا قليلا. هذا قول ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. القول الآخر أن الآيات هذه مكية، وأن المراد بذلك أهل مكة مشركو مكة، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يخرجوك من مكة لا من المدينة، وإن كادوا ليخرجونك من الأرض ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذن لو عزموا على إخراجك قبل أن يأمرك الله جل وعلا بالتحول إلى المدينة فإن العذاب ينزل عليهم، لأن القوم إذا كذبوا الرسول وأخرجوه من بلده التي هو فيها عاجلهم الله جل وعلا بالعذاب الذي يستأصلهم. فالآيات مكية والمراد بها أهل مكة لتواطئهم واتفاقهم على أن يخرجوا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما اجتمعوا في دار الندوة وقالوا ماذا نفعل بهذا الرجل، سب آلهتنا وسفه أحلامنا فلا صبر لنا عليه. فقال قائل منهم نخرجه من مكة ونتركه يسيح في الأرض، فإن آمن به أهل الأرض تبعناهم وإلا استرحنا منه. قال آخرون لا، بل نقفل عليه في بنيان محكم يناول طعامه وشرابه فيه ولا يخرج منه أبدا، لأنه إذا خرج للناس فتنهم بحسن منطقه وكلامه. وقال آخرون لا، بل نعاجله بالقتل. قالوا ما تدعكم بنو هاشم؟ قالوا بنو هاشم نفرق دمه في القبائل فلا تستطيع بنو هاشم أن تحارب قريشا كلها، نعطي كل شاب من شباب كل قبيلة سيفا ونقول ترصدوا له واقتلوه، ثم بنو هاشم ترضخ وتطلب الدية لأنها لا قبل لها ولا طاقة في قتال الناس كلهم. وهم كما قال الله جل وعلا يحاولون الخلاص من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاولون التخلص منه ليستريحوا منه، لكن الله جل وعلا أراد بقاءه وإظهار دينه. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يخرجوك من مكة، وإذن لو حصل هذا لم يلبثوا بعدك إلا قليل. وفعلا ما لبثوا كبراءهم ولا عظماءهم بعد خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة إلا قليل، لأنهم ما أخرجوه وإنما عزموا على ذلك، فأمره الله جل وعلا بالخروج من مكة للهجرة فهاجر عليه الصلاة والسلام. إلا تنصروه فقد نصره الله
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وعجل الله جل وعلا عليهم بالعقوبة الخاصة ولم يستأصلهم سبحانه وتعالى لحكمة، وذلك لإرادته بقاء هذه الأمة واستمرارها. فعاجل بعضهم وقتل بعضهم وسبي بعضهم وأسر البعض الآخر، وهكذا صاروا عبيدا أرقا للمسلمين بإذن الله. وإن كادوا ليفتنونك ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك يعني بعدك إلا قليلا. فرح المخلفون مقعدهم خلاف رسول الله يعني بعد سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. فعاجلهم الله جل وعلا بالقتل في يوم بدر الذين حكم الله عليهم بالضلالة والنار، قتلوا في بدر. والذين لم يحكم عليهم جل وعلا سلموا من بدر، فكان بعضهم يحلف يقول إي والله الذي أنجاني من القتل في بدر، لأنه لو قتل في بدر لكان إلى النار، لكن الله جل وعلا أبقاه وأسلم، كعكرمة ابن أبي جهل وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وسهيل بن عمرو وغيرهم من الصحابة كثير كانوا خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فعجل الله على بعضهم القتل وقتلوا، وسلم بعضهم وعادوا وأسلموا وآمنوا وجاهدوا في الله رضي الله عنهم وأرضاهم. وابن جرير رحمه الله يرجح هذا القول ويقول إنه أولى بالكلام، لأن الكلام كله في كفار قريش وفي المشركين، ولم يكن تعرض لليهود بشيء، وكونه فيهم. ثم إن اليهود ما اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما هاجر إلى المدينة، وهذه الآيات نزلت في مكة. فالله جل وعلا ألطف بعباده وأنجى من كتبت له السعادة وأهلك من كتبت له الشقاوة بإذن الله. والله جل وعلا يعلم كل شيء. فكان أبو جهل أحاط به شباب قريش يحفظونه، من ضمنهم ابنه عكرمة وغيره من الصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت من لفيف أبي جهل ومن قومه. فسلط الله القتل على أبي جهل ومن كتب له الشقاوة فقتل. وأما عكرمة وسهيل بن عمرو وغيرهم من المشركين في ذلك الوقت فقد أنجاهم الله. يقول ابن جرير رحمه الله: وقد اختلف أهل التأويل في الذين كادوا أن يستفزوه، استفزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوه من الأرض، وفي الأرض التي أرادوا أن يخرجوه منها. قال بعضهم: الذين كادوا أن يخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليهود، والأرض التي أرادوا أن يخرجوها منها المدينة. هذا ذكره القول الأول. يقول: ذكر من قال ذلك. حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي، أن البعض اليهود قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أرض الأنبياء هي الشام، وإن هذه ليست بأرض الأنبياء،
فأنزل الله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وقال آخرون: بل كان القوم الذين فعلوا ذلك قريش والأرض مكة. هذا هو الأقرب. ذكر من قال ذلك رحمه الله. وعن قتادة: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فقد هم أهل مكة بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ولو فعلوا ذلك لما تواطؤوا، ولكن الله جل وعلا أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بالخروج قبل أن يعزموا على إخراجه، كما ذكر رحمه الله الأقوال في هذا. يقول رحمه الله: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول قتادة ومجاهد، وذلك أن قوله وإن كادوا ليستفزونك من الأرض في سياق خبر الله عز وجل عن قريش وذكره لهم، ولم يجر ذكر لليهود قبل ذلك، فتوجه قوله وإن كادوا إلى أنه خبر عنهم، بأن يكون خبرا عن جيش من جرى له ذلك، وأولى بالقول من غيره. والإمام ابن جرير رحمه الله هو إمام المفسرين، هو أعظم كتاب في التفسير، وتفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله مكتوب عليه تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن. وأبو جعفر بن جرير يقال له ابن جرير ويقال له الطبري لأنه من طبرية من الشام، بخلاف القرطبي، القرطبي من قرطبة. هذا أولى التفاسير بالتفسير بالسنة والأحاديث، بخلاف التفسير بالرأي فهو لا يتعرض له رحمه الله. وطريقته أن يذكر المعنى الذي يظهر له أو سبب النزول الذي يظهر له، ثم يستدل على كل قول فيقول: ذكر من قال ذلك، وهكذا رحمه الله. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل اقرأ. الآيتين قيل نزلت في اليهود حين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إن كنت صادقا أنك نبي فالحق بالشام، فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء، فغزى غزوة تبوك لا يريد إلا الشام، فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. فأمره الله تعالى بالرجوع إلى المدينة وقال: فيها محياك ومماتك ومنها تبعث. وقيل نزلت في كفار قريش لما هموا بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، فتوعدهم الله بهذه الآية، وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا. وكذلك وقع، فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف، حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد، فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم، فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم. ولهذا قال تعالى: سنة من قد أرسلنا الآية، أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، أن الكفار إذا تسلطوا على المسلمين تسلطا جماعيا فإن الله جل وعلا يسلط عليهم العذاب
فيأتيهم العذاب ويستأصلهم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. نعم. سنة من قد أرسلنا أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم بخروج الرسول من بين أظهرهم يأتيهم العذاب. ولولا أنه صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الآية، والله أعلم. يقول السائل: أتيت من أحد مناطق المملكة وأديت عمرة عن أختي المتوفية وأريد أن أحج عنها، هل عملي هذا صحيح علما أني أريد البقاء في مكة المكرمة ولا أجد قيمة الهدي؟ نعم يا أخي، لا بأس عليك، هذا حسن إذا كنت حججت عن نفسك أولا، وإلا فلا يسوغ لك أن تحج عن غيرك ولم تحج عن نفسك. لكن إن كنت حججت عن نفسك أولا فلك أن تحج عن غيرك، وعليك هدي لأنك لم تجلس في مكة، لم تكن من حاضر المسجد الحرام إلا في المستقبل، فلا يدرى تقيم أم لا، فعليك الهدي. فإن لم تستطع الهدي فصم 3 أيام قبل الحج وعاب 7 أيام إذا رجعت إلى أهلك. متى ما تيسر لك تصوم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت بإذن الله. لو رجعت من مكة من المشاعر إلى مكة فتصومها في مكة فلا بأس عليك. يقول السائل: ما حكم من وضع المصحف أمامه سترة؟ كونه سترة لا يحسن هذا، وأما وضعه بين يديه حتى يصلي الركعتين ونحو ذلك فلا بأس بذلك، لأنه لا يقصد بهذا إهانة المصحف، وإنما يقصد قربه من أجل أن يكون قريبا منه وهو يحافظ عليه. يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى والساحة للمسجد الحرام أم لا؟ أما الحائض فتدخل المسجد الحرام إلى داخله إلى الكعبة ولا بأس، لكن لا تجلس فيه، لا تجلس فيه. والساحات إذا كانت حكمها حكم المسجد داخلة في المسجد فلا يجوز لها أن تجلس فيها، وأما إذا كانت مفصلة عن المسجد فلها أن تجلس. أما في المسعى فلا، لأن بعد التوسعة أصبح المسعى داخل المسجد، وإلا كان في الأول كان فيه دكاكين وبيع وشراء في المسعى، فليس داخل المسجد أولا وإنما أدخل بتوسعة المسجد الحرام. يقول السائل: طواف النفل لابد أن يكون 7 أشواط وصلاة الركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم. نعم يا أخي، أي طواف لابد أن يكون 7 أشواط، سواء كان طواف الركن، ركن الحج الأعظم، طواف الإفاضة، أو طواف العمرة، فهذه أركان. وأو كان طواف واجب كطواف الوداع بالنسبة للحج، أو كان طواف نسك كطواف القدوم، أو كان طواف نفل كطواف العادي المستمر، كل هذا لا بد أن يكون 7 أشواط. ويستحب أن يصلي بعد كل طواف 2 ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإلا فله أن يصليها في بيته أو في أي مكان من المسجد الحرام. يقول السائل: هناك من يحلف بالطلاق في ولائم، وهل يعتبر طلاق؟ لا يجوز للمسلم أن يتكلم بالطلاق باستمرار،
وإنما لا يتكلم به إلا إذا عزم عليه، إذا فكر فيه وعزم ورأى أن فيه مصلحة فله أن يطلق. وأما كونه يقول علي الطلاق أو والله إن هذا كذا وعلي الطلاق وإن لم يكن ذلك كذلك ونحو ذلك فهذا لا يجوز، لأن هذا من العبث بأحكام الشريعة الإسلامية. يقول السائل: جئت من مصر إلى الطائف ثم مكة بدون إحرام، ثم جلست بمكة 3 أيام ثم ذهبت إلى التنعيم ونويت عمره، هل علي شيء؟ عليك أشياء يا أخي ما يليق بك هذا. الواجب عليك أن تسأل قبل أن تعزم على ما فعلت، لأن فعلك هذا فعل جهل، ولا يجوز للمسلم أن يتلاعب بالمناسك. ما لست أنت التي تحدد ميقاتك، المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تتجاوزها إلا وأنت محرم ما دمت تريد مكة لحج أو عمرة. أما إذا أردت مكة لغير حج وعمرة فلا بأس عليك، يجب عليك أن تفهم هذا، إن من أراد مكة لحج أو عمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به، وما دمت نزلت بالطائف فيجب عليك أن تحرم ميقات أهل الطائف وهو السيل أو وادي المحرم. أما إذا كنت لا تريد مكة للحج ولا للعمرة وإنما تريدها للعمل فلا بأس عليك لأن تدخلها بدون إحرام إن شاء الله، وإذا دخلت وأردت الإحرام من مكة تخرج إلى التنعيم أو إلى الحل إلى عرفات وتحرم من هناك ولا شيء عليك. أما فعلك هذا فلا سبيل لائق، لأنك تريد النسك، قدمت تريد النسك، ونسكك هذا ليس بصحيح، بل هو صحيح لكن عليك فيه قصور وعليك فيه ملاحظة، ويجب عليك أن تفدي تتم الهدي لإحرامك من دون الميقات الذي رسم لك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمواقيت لست أنت ولا أنا الذي نحددها، وإنما حددها النبي صلى الله عليه وسلم. ميقات أهل مصر الجحفة إذا جاءوا من طريق الطائف، فميقاتهم ميقات أهل الطائف، إذا جاءوا من طريق اليمن فميقاتهم ميقات أهل اليمن، وهكذا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. بعض الناس يأخذ بقول بعض الجهال: إذا أقمت بمكة 3 أيام صرت من أهل مكة. لا يا أخي، ما أصير من مكة ولا من أهل مكة ولا قريب منهم، حتى تقيم إقامة دائمة لا تنوي الرحيل. يقول السائل: هل من اعتمر في أشهر الحج وأقام في مكة 5 أشهر وحج في نفس السنة هل عليه هدي أم لا؟ هذا لا يخلو، إن كان أقام في مكة يريد الإقامة الدائمة فهو من أهل مكة، وأما إذا كان يريد أن يقيم إلى الحج ويسافر بعد الحج فليس من أهل مكة. يقول السائل: كنت صائما في يوم من رمضان فكنت نائما في الصباح ثم استيقظت فوجدت شيئا يتحرك في حلقي فظننت أنها حشرة فشربت الماء خوفا، فهل أعد آثما مع العلم أني أردت دفع الضرر عن نفسي؟ إذا شربت الماء وأنت تعلم أنك صائم فقد أفطرت، وإن كنت لا تعلم أنك صائم نسيت الصيام وأردت أن تدفع هذه الحشرة وهذا الشيء الذي يتحرك في فمك فلا بأس عليك، فيعفو الله جل وعلا عما فعلته جهلا أو نسيانا. وأما كونك تعلم أنك صائم وتشرب الماء فهذا إفطار منك صريح يجب عليك قضاؤه،
وليس عليك إثم ما دام أن عليك ضرر بترك هذا الشيء في حلقك. يقول السائل: إني أود الحج ولكني اعتمرت بدون نية التمتع، والآن أود أن أتمتع، فهل أعتمر مرة أخرى أم بعمرة الأولى أكون قد أديت عمرة الحج، علما بأني مقيم بالدمام؟ لا بأس عليك، عمرتك ما دامت وقعت في أشهر الحج في شهر شوال أو ذي القعدة أو العشر الأول من ذي الحجة فهي عمرة تمتع صحيحة، سواء نويت التمتع أو لم تنوي ذلك، لأن التمتع ما يدخل فيه النية، النية فيما يختلف في الحال، أما التمتع فإذا أتيت بأفعال التمتع أتيت بعمرة في أشهر الحج وأنت تريد الحج فقد تمتعت شئت أم أبيت. يقول السائل: أرغب في السفر غدا بعد الجمعة، هل يجوز لي أن أقصر صلاة العصر مع الجمعة؟ لا يا أخي، الجمعة لا يجمع معها، الجمعة لا يجمع معها، ما دمت صليت الجمعة فلا تجمع معها حتى وإن كنت مسافرا. أما إذا صليت الجمعة ركعتين على أنها ظهرا مقصورة فيجوز لك أن تجمع الجمعة معها، كمن صلى الجمعة في الطريق في طريق سفره، صلى ركعتين في طريق سفره فله أن يجمع معها صلاة العصر. وأما إذا كان مقيما الجمعة وصلاها مع الإمام الذي صلى في الجمعة بخطبة وصلاة جهرية فهذا لا يجوز لك أن تجمع معها غيرها. يقول السائل: جئت من بلادي في شهر شعبان ودخلت مكة بعمرة ونادي ناويا الإقامة في مكة وفي الأشهر الحرم، اعتمرت لغيري وأريد الحج، فهل على عمرة حج أو هدي؟ ليس عليك شيء لأنك مقيم في مكة، ما دمت دخلت مكة في غير وقت الحج في غير أشهر الحج وتنوي الإقامة فأنت من حاضر المسجد الحرام. يقول السائل: واحد دفع عن والدي المتوفي وهو لم يحج، ما حكم ذلك؟ يجوز والحمد لله، لأنه إذا كلف رجلا بالحج عن أبيه وإن كان لم يحج فلا بأس عليه، لكن ليس له أن يحج هو عن أبيه ما دام لم يحج عن نفسه. يقول السائل: أنا صليت في الفندق في الغرفة لوحدي على سماعة الصوت، هل تجوز الصلاة أو أعيد الصلاة؟ لا يجوز، لا يجوز أخي أن تصلي على سماعة وأنت وحدك، لا يجوز الأمور، لو كونك بعيدا عن الإمام ولا تراه ولا ترى من أخوة أحد من الخلفة أحد، ولا يجوز لك أن تصلي منفرد وحدك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يقول السائل: هل الصيام 3 أيام قبل الحج أو بعده، وهل الصيام في ذمتي حتى أقضيه؟ صيام عن التمتع 3 أيام في الحج، الأولى أن تصومها قبل الحج، وإن تيسر لك أن تصومها في اليوم 7 و8 و9 فحسن، لأن أقرب شيء إلى الحج إذا كنت لا تستطيع، أو تقدم يوما أو يومين فلا بأس، وإن قدمتها قبل الحج بكثير في أشهر الحج حال وصولك إلى مكة فلا بأس، 3 أيام في الحج و7 أيام في ذمتك إذا رجعت إلى أهلك، سواء كنت ساكنا في مكة أو في غيرها، ما دمت مقيم في مكة ولا تنوي الرحيل
ولست من حاضر المسجد الحرام فلك أن تصومها متى شئت. يقول السائل: هل تصام الأيام السبعة في مكة بعد الحج قبل أن يسافر إلى بلده؟ الأولى أن يصومها إذا سافر إلى بلده، لأن الله جل وعلا خفف عن عباده صيام السبعة الأيام، جعلها للإنسان طول السنة، بعدما يستقر في بلده وبيته يصوم السبعة الأيام. يقول السائل: أتيت من بلدي في شهر رمضان، قمت بأداء عمرة في رمضان، وسوف أنتظر الحج، هل علي هدي؟ لا، ليس عليك هدي إذا كنت اعتمرت في رمضان وتقيم في مكة ولا تخرج للإتيان بعمرة، فأنت من حاضر من ليس عليك هدي، لأنك لم تحرم بالحج، لم تحرم بالعمرة في أشهر الحج، وإنما عمرتك في رمضان قبل أشهر الحج. يقول السائل: رجل تزوج ولم يعلم أن العلاج يفطر الصائم، ولم يعلم كم مرة فعل هذا الأمر، ماذا عليه؟ أن يحتاط لنفسه ويؤدي ما عليه، يطعم عن كل يوم 60 مسكينا، لأن الجماع في نهار رمضان يوجب عتق الرقبة، فإن لم يستطع المرء عتق الرقبة فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام عليه أن يطعم 60 مسكينا، كل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، يعني عبارة عن 90 كيلو، وزعها على 60 فقيرا. يقول السائل: ما حكم من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي؟ هذا يعتبر ظهار وليس بطلاق، فوإن عزم على هذا فلا بأس عليه، وهي تكون عليه كظهر أمه، لا يجوز له أن يقربها، وعليها أن تعتد وتبرأ ذمته منها وذمتها منه، وليس بينهما علاقة بعد هذا الظهار، وإن رجع عن هذا الظهار فلو أن يكفر عن يمين عن ظهاره بعتق رقبة، فإن لم يستطع أطعم صام 6 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. كفارة الظهار مثل كفارة الجماع في نهار رمضان. يقول السائل: هل الأفضل أن أحج عن نفسي نفلا أم عن غيري فرضا؟ هذا يختلف اختلاف الحال، إن كان الذي تحج عنه قريبا لك وأنت محتسب ذلك الأجر عند الله، فلعلك إذا حججت عن والدك أو عن أمك أو قريبك تأديت الفريضة عنه، وهذا حسن. أما إذا كان بأجرة فلا يحسن أن تأخذ الأجرة على الحج، وعليك أن تحج عن نفسك أولى لك. يقول السائل: ما حكم من طاف طواف الوداع وبعد الانتهاء وهو عائد إلى مقره أخذ يصور، فما حكم طوافه؟ طوافه صحيح إن شاء الله وتام، لكن لا يليق بالرجل أن يصور، لأن التصوير محرم سواء كان في الحج أو في العمرة وفي مكة أو غيرها، قبل طواف الوداع أو بعده، كل هذا حرام على المسلم أن يصور، لأن من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فالمصور يودى يوم القيامة إلى أشد العذاب والعياذ بالله إذا مات على تصويره ولم يتم منه، أما من تاب فالله جل وعلا يتوب عليه.
هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.